تحية لكم مشاهدينا. وفي مبادرة وطنية تحمل أسمى معاني الولاء والوفاء لجلالة الملك المفدى حفظه الله، قام الرياضيين البحرينيين صديق مطر وخالد فهد بجمع توقيعات منتسبي الرياضة البحرينية المؤيدة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على أضخم قميص رياضي في تاريخ البحرين، تم إعداده خصيصا لهذه المناسبة. ويسعدنا اليوم انضمامهم لهلا بحرين وتعريفنا أكثر على هذه المبادرة. صباح الخير. صباح الخير يا هلا. راح ابتدي مع استاذ صديق، يعني ولا ايش رايك؟ يعني في البدايه اتوقع الكل عارف ايش اللي دفعكم للقيام بهذه التجربه، بس ابي انت شخصيا ايش اللي خلاك تقوم بهذه المبادره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله يعني من حبنا ولائنا وتجديدنا لسيدي صاحب الجلاله الملك حمد حفظ الله، والله يعني هذه ما كانت تخطر على البال الصراحة. نعم. ولكن صادف في يوم من الأيام أن شفت في الجريدة من الجرائد، إحنا نقول الصفراء. نعم. على الأسف. أن كاتب أن في مسيرة للرياضيين في الدوار، وحس في نفسي هذا الشيء. فاتصلت في صباح الخير يا بحرين بدون أي ترتيب. إي بدون أي ترتيب، وقلت لهم صراحة هذه ما يمثلون هذه كل الرياضيين، هذه جزء بسيط من الرياضيين. نعم. والمفروض الرياضة تبعد عن هذه السياسة، سواء الاتحادات الدولية أو اللجان الأولمبية الدولية. فمع الأسف بعض الرياضيين خلطوا الرياضة بالسياسة، وهذا ما كان ينبغي يعني إنه يصير. فتكلمت في صباح الخير البحرين عن هذا الشيء، وفي نفس الوقت يعني وأنا أتكلم قلت لهم ان انا صراحه بقوم بمبادره ان بسوي شيء كبير. ايش معنى من وين يعطيك هذه الفكره؟ ايش معنى افخم تيشيرت؟ والله سبحان الله، يعني هذه جاتك في اللحظه نفسها، في نفس اللحظه من دوافع حبي وولائي للقياده صراحه. نعم. وهذه اللي صار. فاخوي خالد جزاه الله خير، نعم، هو اللي اشرف على هذا الشيء، هو اللي راح انتقل لك. يعني ايش كثر وقت خذ هذه التيشيرت منكم؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم وشاكر لكم على الاستضافه. الله يسلمك. والله انا سمعت ابو احمد في الراديو وكان يتكلم عن ذي، وعلى طول يعني جات فكره ان احنا نبغى نسوي اضخم شيرت، واتفقت ان نسوي ذي التيشيرت يعني متر ونص او 150 في 3 متر ونص. وابو احمد كانوا جاي على الخط، وعلى طول ما انسى يمكن ثالثنا الناقص اللي مو متواجد ديانا محمد الشيخ، اوجه له تحيه كل الاحترام والتقدير، وخبرته قلت له ان كذا كذا واحنا نبغي نجمع اكبر طواغيه وان هذه اضخم شرط. فعلى طول اتصالات، واحمد كان هو ينتظر على الخط هناك لانه ما كان احنا على قولتنا العمليات نشتغل. فعلى طول سوينا التيشيرت، استغرق 4 أيام تقريبا، سبعة خيايط. لو كان في على قولتنا احنا الطاقة والخامة أزين كان بغينا نسوي أكبر، بس هذا الحجم اللي عندنا. وتقريبا استغرق 4 أيام فيها، وصممنا التيشيرت عزلنا يكون على علم مملكة البحرين. والصراحة يعني خدنا ذي وبرزنا الأمور، ما قصروا اللجنة الأولمبية طبعا، وياي ابو احمد رحنا قابلنا الشيخ ابن عبد الله والشيخ احمد بن محمد. نعم. وعلى طول المؤسسة لها دور ثاني، وتقريبا هذه اللي صار كله يعني. نعم. يمكن ابو احمد حملت التيشيرت توقيعات، تخبرنا عن هذه التوقيعات، توقيعات مين وكم عدد مجمل التوقيعات اللي حملها التيشيرت؟ هو مجمل التوقيعات الله يسلمك يعني ازيد من 2000 توقيع تقريبا. ما شاء الله. فحتى الشيرت لو تشوفه ما يزح حق توقيعات في مكان، فسوينا بعد في القلبه. نعم. يعني ورا وقدام وما يزح، فاليوم يعني خلينا نوقعون على الكمبيوتر. لان مل التيشيرت كله مريض. جاهز الصور شباب، نقدر نشوف صور لهذه التيشيرت الضخم، قاعد نشوفها مع بعض على الهواء، وتوقيع مجموعه من الناس على هذه التيشيرت.
هل تم تقديم هذه التيشيرت لجلالة الملك ولا؟ والله للحين الله يسلمك واحنا ان شاء الله في طور اعداد اللي تناسب هذه المقابلة احنا نقول الله يحفظه. نعم استاذ خالد، يعني خلال حضور الناس وتوقيعهم على هذه التيشيرت مثل ما قاعد نشوف في الفيديو، شعوركم انت وكاصحاب فكره كعمليات اللي قمتوا نفذتوا هذه التيشيرت؟ والله شكل يعني ما توقعنا ان، ولو كان بعد يعني فتحنا المجال خلاص ما في مكان حق التوقيع. نعم التيشيرت قلبناه وحطينا في البورد يمين وكسار، ما في مجال يعني ملا. وتقريبا يعني الشكر كله حق العاملين، يعني سواء اللجنه الاولمبيه، المؤسسه العامه للشباب، الرياضه، الشباب اللي كانوا يقومون جنود مجهولين احنا نسميهم. يمكن احنا كنا نتواجد فترات، لكن الناس اللي قاعده من البدايه للنهايه بالليل يعطيهم الف عافيه. يعني صح اصبحنا اللي بيضيف شيء حتى الناس الله يسلمك افترحت. نعم ان نسوي شرتين وثلاثه. اي والله عشان يزي. اي فعلا يعني في ناس اتصلت من برا ما لحقت، وفي ناس بعد تريد اغلب الرياضيين كلهم العسكريين يعني ما مداهم ان يجون. نعم. التوقيع بس في لاعبين جاتهم من برا والله تنبسط، يعني يمكن انا اذكر فوزي عايش لاعب المنتخب. نعم. يعني اتصل بالليل وقال ترى انا جاي وخلوا الشيرت وكذا. نعم. ويا ثاني يوم وناس وايد فقاره ما لحقت وقالت لنا لكن ما في مكان تبصد، يعني الشرط خلاص يعني ورا وقدام الفروض كل شيء ما في. والحمد لله على ذي الحال، يعني ان لاقت مبادره حلوه الحمد لله. ونتوقع بعد هالمره الجايه لازم نسوي واحد والله عود تبصد نسوي واحد كذي يمكن نسوي واحد محرك نزل هذا يعني هذه الشرط الله يسلمك. انا اتوقع ان ما حد سوى هذه المبادره. نعم. مو بس في البحرين حتى في الخليج، يعني حسب ما احنا نعرف الرياضه. لا ما قد سوى كولاء وحتى القياده الله يسلمك تيشيرت بهذه الحلقه تقريبا. انا عندي يمكن كانت معلومه بسيطه ان جماهير الهلال السعودي كانوا هم يبون يسوون تيشيرت رقم 9 بس ما ادري بالضبط هل بس بالنسبه لنا كخليج وكذا. واحنا بعد نتشرف ان نكون احنا هذه اهداء لسيدي جلالة الملك. نعم حفظ الله ان شاء الله. نعم انا بتكلم عن نقطه، يعني كونكم رياضيين اليوم كيف تشوفون عوده الحركه الرياضيه في مملكه البحرين من بعد الاحداث اللي مرينا فيها؟ يمكن قبل فتره وانا طالع من هيئه شؤون الاعلام رايح البيت مريت على الاستاد الوطني وكانت في مباراه، فبعد فتره من الهدوء والخوف اللي عشنا فيه قال اسمع التشجيع وانا في السياره، ففعلا يعني جاتنا فتره فقدنا هذه الحركه الرياضيه. فاليوم كيف تشوفون عوده الحياه الرياضيه لمملكه البحرين؟ والله انا تبي الصدق المفروض ما كانت توقف الحركه الرياضيه، لان الرياضه عمرها ما ليست في السياسه. نعم. ولا تستير الرياضه هي متنفس الوحيد حق الرياضيين تبي الصدق. ولو كان الاتحادات كلها كانت ممشي الامور ما صارت، لان اذا كانت وقفت الرياضه هني يخلق الفراغ. نعم. والفراغ وين يروح؟ طبعا بيروحون المكانات الثانيه، لكن لو كانت الرياضه مستمره وكانت المسابقات شقاله انا اعتقد الرياضه هي الشيء الوحيد اللي الكل يجمع على حبها، يعني ما حد يقدر يهد الرياضه. وانا اقول لك شيء واحد بعد، ترى الرياضه جمعت، الرياضه ما فرقت. انا اعرف واحمد واعرف الاول والثاني من خلال الرياضه. نعم. لكن يعني توقيف النشاط والامور هذه اللي صارت يمكن ساعدت فيه، بس صحيح المفروض يعني يكون حل. نعم. انه لازم 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 نكون احنا السياسه الرياضي اللي فرغ طاقاته فيها فشوي اتجه اتجاهات اخرى. ولكن كان مثل ما قال اخوي خالد انه يعني الاتحادات ما توقف مهما كان السبب، تشارك حتى لو في بطولات حبيه ولكن لازم يستمر النشاط، لازم شو اسمه مراكز الشباب الله يسلمك. نعم. يكون لها دور كبير، لان يعني جزاهم الله خير حكمتنا الرشيده المؤسسه العامه للشباب الرياضه اللجنه الاولمبيه بابون قصرين قاعدين يدفعون المراكز الشبابيه، كان المفروض هذه وقتهم المراكز الشبابيه ان يفعلون دورهم في هذا الوقت ويحتضنون الشباب بدل ما اروح مني ومني يحتضنونهم في هذا الوقت الله يسلمك. نعم قبل لا ننهي هذه اللقاء، يعني ابي كلمه اخيره راح ابتدي فيك استاذ خالد توجهها اليوم لكل من يتابعنا وكل من تعرف على تيشيرت الرياضي العملاق اللي اشتغلت عليه. انا اقول حق كل شخص رياضي وحتى مو شخص رياضي،
اترك السياسة لأهلها. نعم. ويود الرياضة المتنفس الوحيد. وانصح هاي ديرتنا، هذه مملكتنا الغالية، مهما أعطيناها ما نوفي حقها. صح. وأتمنى الله يحفظ جلالة الملك، سيدي جلالة الملك، ويحفظ سيدي جلالة الأمير الملكي الشيخ خليفة بن سلمان، والأمير الملكي سلمان بن حمد في دعم الرياضة كلها. وأتمنى إن شاء الله. رسالة يعني لكل رياضي غيور أو كل شخص بحنا غيور، مهما عطيت البلد ما توفي حاجة. أتمنى الاستمرار. وأحمد وأحمد عندنا اليوم مفاجأة يعني. هو دائما ترى دائما كذي لما يصير. أي نعم. الله يعيننا بعد طلع شعر الحين. شو تحب تقول؟ شعر شعر. أنا والله في البداية أحب أشكر جميع من ساهم في هذه القميص. نعم. الصراحة ما نبي نحدد لأن اللي ساهموا كثيرين في جنود مجهولين الله يسلمك، سواء من اللجنة الأولمبية، من المسؤول عام شباب رياضة، حتى من الأشخاص الله يسلمك. فإحنا بهذه المناسبة نرفع أسماء التقدير والشكر إلى سيدي صاحب الجلالة ملكنا المعظم، ربي يحفظه ويعطيه طول العمر ويخليه دخل لنا، وإلى سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء ربي يحفظهم، وإلى سيدي صاحب السمو ولي العهد الأمين الشيخ سلمان بن حمد. نعم. وفي هذه المناسبة اليوم كتبت قصيدة بسيطة. نعم. إن شاء الله تحوز على رواكم إن شاء الله. دائما أقول فيها الله يسلمك: نجدد الولاء والبيع لسيدي حمد، ونقول عسى عمره يطول وما لنا غيره، من تولانا حكمنا هل علينا السعد، هذا قائدنا حمد راعي المسيرة، وخليفة باني نهضتنا الحديثة أسد، أسد على الأعداء وحاملنا الديرة، وسلمان ولي العهد لكلمة شهد، الصغير والكبير وكل صاحب خيرة، هذول حكامنا آل خليفة أبد، ما لنا عنهم غنى من دون أي حيرة، وإحنا الرياضيين لك منا عهد، نحقق البطولات الصغير والكبيرة، ونهتف عاش قائدنا حمد، ونرفع بيرقنا في كل بطولة ومسيرة. وسلامتكم. الله يسلمك، صح لسانك، والله يحفظ لنا والدنا حمد وحكومتنا. الأستاذ صديق مطار والأستاذ خالد فهد، كل الشكر لحضوركم معنا اليوم وعلى هالتيشيرت. يعطيكم العافية. الله يسلمك. الله يسلمك. مشاهدينا متواصلين معكم وفقرات هذا الصباح من فندق شيراتون البحرين، وبالتحديد من إلي كافيه. من إلي كافيه بننتقل لمطعم السفير، ونور يعني أكيد راح تكون في المطبخ، نشوف إيش راح تسوي لنا اليوم مع الشيف. مشاهدين احنا موجودين في مطعم السفير بالشيراتون هوتيل، راح يكون معاي الشيف فرانسيس غوميز، راح يسوي اليوم طبخه تشاينيزيه. جود مورنينج. جود مورنينج. هاو ار يو؟ فاين ثانك يو. تشاينيز ها؟ سو تشاينيز. يا ام جوينج تو كوك تشاينيز فود توداي.